السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نائب السنسي معاكم ورجع لكم في ثرون اند ليبرتي. قبل ما نبداها بس اذكركم، اذا انتم مشاهد جديد يا ريت تنزل الاشتراك وتنشروا القناه على التواصل الاجتماعي، اكون شاكر لكم. وايضا اذا انت يعني قاعد تلعب لعبه ثرون ليبرتي سواء جديد او قديم وودك في كوميونتي، فحياك الله معانا في الديسكورد. رابط الديسكورد راح يكون في الوصف. طبعا الديسكورد حقنا عبارة عن مجتمع لثرون ليبرتي. تبغى تدخل معانا الجيل، تبغى تدخل معانا السيرفر، تبغى تلعب مع ناس وتتعرف على الناس، كله ان شاء الله موجودة وان شاء الله انك تستمتع معانا. طيب، في مقطع اليوم او في السلسلة هذه حبيت اشرح بعض الأسلحة وبعض الكلاسات. طبعا صراحة ممكن شفتوا مقاطع اللي يقول لك هذا افضل بيلد، هذا افضل كلاس، هذا افضل ما ادري ايش. للامانه من بعد الفتره هذه اللي قعدت العب فيها ثرون الليبرتي، طبعا ما في حاجه اسمها افضل كلاس ولا في حاجه اسمها افضل شخصيه. ثرون الليبرتي عباره عن كلاسات كثيره مختلفه، والحلو انك تقدر تدمج كلاسين مع بعض. ليش؟ لأن الكلاس هو سلاحك وانت تقدر تلعب بسلاحين. فلا تستغرب اذا اليوم يعني الكومبو المعروف في الدي بي اس كذا بكرة راح يكون كذا، اذا الهيلر كذا وكذا راح بكرة يكون كذا. فالوضع جدا مختلف وجدا جدا جميل في اللعبة هذه، ممتع. ولازم تعرف ان كل كلاس قوي ضد كلاسات وضعيف ضد كلاسات، فهذه ايضا نقطة. اللي راح اسويه اليوم اني راح اشرح لكم كل حاجة عن السورد والشيلد اللي هو السيف والدرع، في الغالب راح يكون للتوانك. طيب، السورد والشيلد اول حاجة لازم تعرف فيه هو الباسيف سكيل حقك. ثاني شيء ان الباسيف سكيل حقك هي قوة شخصيتك. صراحة انت لازم تفهم كل الباسيف اللي عندك علشان تسوي شخصية او تسوي الكلاس مناسب لك. في اشياء جدا جميلة تقدر تسويها صراحة. خل نبدأ باول واحد، سكيلفول ايفيجن. الخاصية هذه راح تزيد عندك حاجة اسمها رينجد ايفيجن وماجيك ايفيجن، وهذا شرحناه من قبل في مقطع عن الاستات وكل حاجة تعرفها. تقدر تشيك على المقطع عشان اذا مو فاهم النقطة هذه، ان شاء الله المقطع هذا يوضح لك. طيب، الإيفيجن هو عبارة عن التفادي. الشيء الجميل في هذا، شوف إيش ركز لك. ركز لك على حاجتين، رينجد إيفيجن وماجيك إيفيجن. فأنت لما تروح في الباسف هذا لازم في دفاعك في التريت حقك تركز على الثنتين هذه فقط، الرينجد إيفيجن والماجيك إيفيجن، وتسحب على حاجة اسمها ميلي. ميلي إيفيجن تسحب عليها. ليش؟ لأنك أنت تبغى تدعم الستايل هذا. انت اذا دعمت الرينجد ايفيجن والماجيك ايفيجن عندك، راح انت تكون مضاد ضد مين؟ ضد الناس اللي تلعب رينج زي الباو والكسبو، وضد الناس اللي تلعب ميج زي الستاف والوانت. لكن اذا سحبت على هذه تمام، ورحت مثلا اقوي ايش البلوك عندي والدفاع، هنا انا راح اكون ضد الملي. فهذه نقطة. فزي ما قلت لكم، هذا السكيل راح ايش راح يفيدك، انه راح يزيد الرينج والماجيك ايفيجن عندك، راح يزيد التفادي حقك. هذا واحد. بالنسبه للسكيل الثاني عندنا ريزيلينت مايند. هذا ايش يسوي؟ يقول لك ايفيدنج ان اتاك ريستور 38 مانا اند ايتش سكسفول شيت بلوك اور ديفنس بلوك ريستور مانا ايكوال تو اوف ذا دامج بلوكد اديشنال ريستور هيلث. هذا الجميل ايش؟ جدا جدا مهم، انه يقول لك كل ما تتفادى دمج راح ايش؟ راح يجيك مانا. هذا واحد. وكل ما تسوي بلوك لهجمة راح يجيك مانا وهيلث. فشيء جميل، تقدر تستفيد من الايفيجن حقك وتستفيد من شيلدك لما تصد اتاك. ف ايش بالضبط؟ انه هنا انت لما تصد ضربة راح تهيل وراح يزيد المانا حقك، ولكن طبعا عندك ستامنا لازم تنتبه عليها. السكيل اللي بعده اللي هو ايجد شيلد. شيلد دامج ريدكشن انكريس باي 2.5، ماجيك ميلي اند رينج ديفنس انكريس باي 8 بير 1 اوف
شيلد بلوك شانس. هذا ايش معناه؟ معناه انه كل ما زودت حاجة عندك اسمها شيلد بلوك شانس، نسبة الصد راح يزيد دفاعك ضد الماجيك وضد الرينج وضد الملي كلها. فهذا سكيل دفاعي بحت ومطلوب جدا للتانكات. اللي بعده سبكترم اوف اغوني، هذا اتاكن افكتم اوف ذا يوزر بروفوكينج رور اور كليفينج رور اكستند ذا ريمينينج دوريشن اوف ذا افكت اند ديل اوف بيس دامج. طيب معنى الكلام ان هذا ايش؟ لما تستخدم الخاصيه هذه الصرخه، تمام، لما تستخدم الصرخه على التارجت اللي انت قاعد تضرب فيه، لاحظ راح يزيد دمجك عليه، شوف عليه علامة تعجب، لاحظ. فانت لما تستخدم يعني قبل لا تضرب احد، كل ما صرخت عليهم وجد ضربتهم دمجك راح يزيد عليهم اذا انت حاط ايش السكيل هذا، فجدا جدا جميل. طيب اللي بعده جريد بيشنت او بيشنس على ما اظن، باختصار هذا ايش يسوي؟ هذا يزيد عندك all CC resist. ايش السي سي بالضبط؟ السي سي اختصار لايش؟ crowd control، يعني اي ستان اي سليب اي واحد يمسك او اي شيء، اذا لفلت السكيل هذا تمام راح ايش؟ راح يزيد الريزيست عندك انه ما يمسك، ما يقلل التايمينج، لا يزيد الريزيست انه اصلا ما يسوي لك ستان من الاساس، او انه ما يسحبك، او انه ما يمسك ولا حاجه. ف هذا جدا مهم للتانكات. اللي بعده impenetrable على ما اظن، increase magic and melee and range defense proportional to the number of the target within a 7 radius. طيب هذا ايش يقول لك؟ انه راح يزيد الماجيك والميلي والرينج ديفنس، يعني دفاعك ضد كل الاتاك على عدد الوحوش او الاعداء اللي حولك في مساحه قدرها 7 امتار. وطبعا تقدر تزيد الامتار هذه اذا لفت السكيل، يعني كل ما زاد الاعداء اللي حولك كل ما زادت فائده السكيل هذاك. ف 1 في 1 ما تنفع لا تحطها، لكن مثلا رايح تلعب جيلد وار او تلعب دنجن فيه موبس كثيره او تلعب بوس بي في بي، هنا يفيدك. يعني ليش؟ كل ما زاد العدد اللي حولك من الاعداء زادت فائده السكيل وزاد دفاعك، فجدا مهم في ايش؟ القتال الجماعي. طيب مورال بوست، هذا يقول لك كلودينج ا تارجت ديكريس ذا ريميرينج كول داون. يا سلام، هذا ايش؟ انه اذا سويت كولاجين، الكولاجين عباره عن ايش؟ عندك السكيل هذا يسوي كولاجين، تمام، يعني الكولاجين باختصار بالعربي خلينا نقول ايش؟ اذا دفيت احد، تمام، اذا دفيت احد سويت له بوش يعتبر كولاجين. فانت اذا تلعب تستخدم السكيل مثلا سكيل الثور ذا والسكيل شيلد باش، كل ما تسوي لواحد دفة، وطبعا هنا الدف بشكل جماعي ترى، يعني متخيل انك دفيت 3 و4 وحوش مع بعض، راح ايش؟ راح يقل الكول داون حقك. لكن لازم انها ايش؟ شوف زي هذا اميون واستخدمت على بوش كولاجين، ما في فائدة من السكيل، لا لازم فعليا يندف، وخصوصا انه يندف ويضرب بجدار يزيله ستان، هنا انت تستفيد من السكيل هذا. للامانة سكيل حلو، لكن سكيل كيف نقول له انه في مواضع معينه ما يتفعل معك على طول. انا احاول اتجنب الاسكلات اللي ما تتفعل الا في اشياء معينه، احب الاسكلات اللي تكون متفعله بشكل دائم راح تستفيد منها بشكل دائم. هذا بالنسبه للباسيف سكيل حق السورد اند شيلد. طيب بالنسبه للاسكلات اللي عندك موجوده، طبعا الاسكلات كثيره لكن انا باشرح اهمها. اول واحد لازم تعرفه اللي هو كاونتر بارير، هذا راح يرفع عندك حاجه اسمها شيلد بلوك اللي هي ايش؟ نسبه انك تصد الضربه. وثاني شيء يزيد عندك الديمج ريدكشن، تمام، فيزيد دفاعك بشكل كبير ويزيد ايش؟ يزيد الديمج ريدكشن. فكذا يزيد ايش؟ زي ما قلنا، خل ارجع اقرا، ايوه الشيلد بلوك، انه ايش؟ انك نسبة عالية انك حرفيا تصد الضربة. وعلى طار الصد، السكيل الصد هو هذا الديفنسيف سكيل، دائما اذا انت تلعب تانك شيلد وسورد لازم تحط الال بي هذا صراحة، او السكيل خاصية الصد هذا افضل سكيل صراحة. ليش؟ لانه شوف وقته طويل، تكون صاد لمدة طويلة عكس السكيلات الثانية لازم تصد الاتاك في وقت معين، لا هنا
تاخذ يعني وقت طويل صراحة وانت صاد. وفوق كذا كل ما صديت بالشيلد هذا زي ما قلنا راح تهيل وراح تزيد المانة حقه. فالخاصية هذه خاصية اسطورية انا اعتبرها. فيب قلنا هذا ايش، هذا كاونتر بارير جدا جدا مهم في كل تانك، لازم يكون معاك السكيل هذا. بالنسبة لي راح اعلمكم على البفات اللي انا شخصيا اشغلها. اول واحد هذا، ثاني البف اللي هو هذا ستالوارت باسيون، دامج ريدكشن انكريس باي 67 فور 9 سكند فور ذا يوزر اند ذير باتي ممبر وذين 10 متر ريديوس. اوكي ايش سالفه الكلام هذا؟ انه ايش هذا القلعه راح يزيد دفاعك ودفاع اخوياك اللي حولك كلهم، جدا جدا مهم في حرب الجلدات يعني بشكل خاص، مهم مره يا شباب. لازم التيم التانكات يترتبوا على تفعيل الدامج ريدكشن، الاول يفعل يخلص الافكت الثاني يفعل. فهذه الخاصيتين لما مثلا احنا نقول زيد دفاعك، خلاص انا افعل البف هذا وافعل البف القلعة. بف القلعة نفسه تقدر تحوله الى هجومي، تمام؟ في حالة الدفاع تخليه زي ما هو، في حالة الهجوم انا اروح على الاسكلات اللي هنا واروح عند هذا واختار اول واحدة Great Fury Skill Damage Increase by 67 نقطة for 9 seconds for the user. and يقول لك ايش، انه راح يزيد عندك السكيل ديمج لك وللبارتي حقك. لاحظ شكله تغير حتى، فاذا تبغاه هجومي تروح تحوله من هنا، تبغاه دفاعي شيل هذه، تبغاه يفيدك انت بس لما تلعب 1v1 تختار هذا اللي تحت، هذا راح يفيدك انت بشكل كبير، الباف راح يكون لنفسك فقط، فممتاز 1v1، لكن جماعي راح ايش تخليه دفاعي او هجومي من هذا اللي هنا. طيب هذا بالنسبة للخاصية او البف الثاني. البف الثاني اللي استخدمه صراحة هو البف الشخصي اللي هو الامورتال برايد. البرايد ايش يسوي الامورتال برايد هذا؟ يقولك raise the shield to increase max health and current health by 27% for 6 ثواني. Additionally increase the current health equal to the amount of the... طيب باختصار راح يزيد عندك المانا ريجن وراح يزيد الماكس هيلث حقك. لاحظ هالماكس هيلث حقي دحين 16000، باستخدم السكيل هذا صار 21000، عارف جدا جدا ممتاز. فوق كذا ترى يهيئ، بس هيلثي حاليا مو ناقص، لا يهيئ. فمهم انك تستخدمه في بداية ايش الاشتباكات، قبل ما تشتبك، اول ما تشتبك او خلينا نقول لانه 6 ثواني استخدم هذا وخله يضربك عشان ايش هيلثك يكون عالي جدا. طبعا تقدر تعدله والتعديلات حقه جدا جميلة. اول واحدة change a barrier equal، هذا تغيره تقدر تستخدمه على نفسك وعلى واحد من اخوياك، هنا تخليه يزيد لك المانا ريجن، ومرة رهيب انه فعليا ممكن يهيلك نص هيلث لما الهيلث ريجن يكون عالي. هنا راح يزيد عندك ايش الميلي، وراح يزيد عندك الدفاع بشكل عام، يزيدك الدفاع في كل حاجة ب 5% من الهيلث حقك، فجدا مهم هنا يقلل المانا حقه. طيب البف الاخير اللي شخصيا استخدمه هي هذه السكيل هذا ويت سترايك، يقول لك ديل دامج ايكوال تو ذا بيس دامج اب تو 3 تارجت. طبعا هي ضربه جماعيه، اول حاجه راح تدمج، ثاني حاجه راح تزيد المانا عندك على كل ضربه تضربها، ثالث حاجه تقدر تخليها تزيد الاستمنه حقك لما تعدل عليها. انا دائما اعدل عليها اخليها تزيد الاستمنه حقي، تمام، وخليها ضربتين. تخيل الاستمنة حقك راحت خلاص صفرت، تضرب الضربتين هذه بس بعد التعديل تزيد المانا حقك وتزيد الاستمنة حقك، ممتازة جدا ضد البوسات خصوصا لما تلعب دنجن، شفت الاستمنة حقك ما عاد فيه ما يمديك تصد، استخدم الضربة هذه، عب المانا حقك وعب الاستمنة. هذه بالنسبة للبفات. طيب ممكن سؤال يجي للأغلب انه كيف اخلي البوس يركز عليا؟ هذا ميكانيك خاص للبوسات، ما هو ممتاز في البي في بي، لكن ضد البوسات في الدناج. انت كتانك لازم تمسك البوسات، صح ولا لا؟ طيب راح نجي على سكيلات أساسية. أول سكيل طبعا زي ما قلنا لكم الصرخة، الصرخة راح تزيد دمجك، تمام، وراح تخلي التارجت غصبا عنه يهجمك على المدة المعينة اللي فوق على حسب السكيل، من 5 ثواني إلى 6 ثواني إلى 7 ثواني
ولا البرسبشن كل ما زادت البرسبشن زادت الثواني هذه. فعلشان يركز عليك البوس ابدأ بالصرخة دائما، هنا راح يركز عليك لمدة الديباف اللي تفعل عليه. هذا واحد. ثاني شيء، في حاجة اسمها increase aggro. عندنا الشيلد باش، في لاحظ في الوصف عنده ان الشيلد هذا راح يدمج وكذا وكذا، لكن اخر شيء greatly increase target aggro. طبعا الاجرو في اللعبة عبارة عن ايش؟ الاجرو عبارة عن الدمج اللي يجري البوس. دائما اعلى واحد يدمج البوس يبغى يرتاح منه فيروح يضربه، فكل ما دمج اللي دي بي اس حقه عالي الاجرو حقه يزيد. انت كتانك ممكن دفاعك قوي لكن في الغالب هجومك حيكون ما هو زي الدي بي اس، صح ولا لا؟ فانت ركز على انكريس اجرو. هذا اول سكيل في انكريس اجرو اللي هو ايش؟ الشيلد باش. تمام، هذا واحد. ثاني شيء اقدر حتى ازيد الاجرو حقه، ازيده من هنا من ايش؟ من السكيلات اللي موجوده هنا، فهذه نقطه لازم تركز عليها. ثاني سكيل في اجرو عندنا ايش؟ الشيلد ثرو. هذا السكيل ترمي شيلدك، تقدر تخليه جماعي ولا تقدر تخليه ايش زي كذا، تضرب الشيلد حقك يضرب خط مستقيم ويرجع، هذا راح يزيد الاجرو حقك. برضو تقدر ايش انت تروح هنا عند السكيلات هذه وتسوي ايش؟ اديشنالي انكريس ذا اجرو، تزيد الاجرو زياده. فهذه نقطه ممكن اغلبكم مو منتبه عليها، لكن كلمه الاجرو عندنا السكيلين اللي هي الشيلد سترايك وايش الشيلد ثرو. السكيلين هذه اذا استخدمتهم البوس راح يركز عليك، استخدمهم بشكل متكرر علشان البوس ما يفكك. خلاص خلاص سوي زي الكومب كذا وكذا وكذا، اضرب وارجع اضرب هذه على بال ما ينتهي الوقت، خلاص زي كذا يعني امسك البوس حرفيا، امسك وتخليه ما ينفك عنك مره. فهذه بالنسبه للسكلات الاساسيه. الان نجي على السكلات الثانويه. للامانه انا اشوف هذا اختياري، هذا فعلا اختياري، انت تقدر تجي هنا وتضبط السكلات. انا ما اقدر اشرح لك كلها لانه الاسلوب يختلف صراحه. الهوك جدا ممتاز في البي في بي، هذا قلنا ممتاز في البي في اي، هذا ممتاز في البي في بي، فشيء راجع لك الامانه. انا اشوف ان انت لازم تفهم الاسكلات بشكل كامل. اتمنى ان البسف واضح والاسكلات البفات الاساسيه واضحه وايش تسوي بالضبط وكيف تمسك الاجرو واضح. هذا الشيء اللي انا ودي اوصله لكل واحد يلعب سورد وشيلد، باقي الاشياء هذا شيء راجع لك. اخر حاجه نجي على الماستري. الماستري عندك ثلاثة اشجار للامانه، كثير منها مختلف. انا مشيت على الشجره هذه ونوعا ما ودي اغير، ماني واثق صراحه. اللي هنا هذه بي في إيه. ليش؟ لان فيها بوس ديمج. الفوق اللي فوق هنا واللي تحت هذه عاد بتنفعك بي في اي وبي في بي. تمام، هذا كويس للناس اللي تروح ممكن تروح تانك بس تروح ايفيجن، هذه ممتازه. هنا في دامج ريدكشن وفي ايش حتى كول داون سبيد، انا ممكن اغير عليها. على العموم هذا كان كل حاجه فيما يخص السورد والشيلد. بالنسبه للبلدات وذي هذا شيء راجع لك على حسب اسلوب لعبك. انا دفاعي بحت حاليا فجيري كله دفاعي، لكن انت شيء راجع لك، تبغى تروح بي في بي بي في اي، تبغى تكون دي بي اس، تبغى تكون دفاعي، شيء راجع لك. ايش تستخدم مع السورد واند ولا جريت اكس، هذا ايضا شيء راجع لك. على العموم حبيت بس اوضح السورد اند شيلد. اتمنى انكم استفدتوا من المقطع هذا. كان معكم نايم سنسه، واشوفكم على خير المقاطع الجايه. السلام عليكم.